السلام عليكم. بآخر أسئلته يقول: ما الحالات التي يخرج منها المصلي مباشرة من صلاة الجماعة، وكيف يعود إلى الجماعة؟ وإذا كانت الصلاة لم تزل قائمة، هل يدخل مباشرة أم يكبر؟ ما الحالات التي يخرج منها المصلي مباشرة من صلاة الجماعة، وكيف يعود إلى الجماعة؟ الحالات التي يخرج منها الإنسان من الصلاة الجماعة وغير الجماعة، كما لو حصل مفتل من مفتلات الصلاة، حصل مفتل من مفتلات الصلاة، كأن حصل منه ناقض من نواقض الوضوء وتيقن ذلك، فإنه ينصرف، بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا حصل منه ناقض من نواقض الوضوء بيقين، فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. إن أدرك الجماعة لم يفرغوا من الصلاة دخل معهم، وإلا فإنه يبدأ الصلاة من جديد. وكذلك يخرج من صلاة الجماعة إذا عرض له عارض، إذا عرض له عارض يقتضي قطع الصلاة، كما لو رأى إنسانا يخشى عليه من الوقوع في هلكة، كأن يرى ضريرا يخشى عليه أن يقع في بئر أو في نار، فإنه يقطع الصلاة ليخلصه من هذه الهلكة، أو يقع إنسان في ماء ويخشى عليه من الغرق، فإنه يقطع الصلاة وينقذه، يقطع الصلاة وينقذه، لأن هذه حالة إسعافية ضرورية. وكذلك لو عرض له عارض لا يمكنه من الاستمرار مع الجماعة، فإنه ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويذهب إلى حاجة، كما فعل الصحابي الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأطال معاذ رضي الله عنه الصلاة، وكان لهذا الرجل حاجة تستدعي المبادرة، فنوى الانفراد وأكمل صلاته وذهب إلى حاجته، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. نعم. السلام عليكم. يقول أيضا: إذا كانت الصلاة لم تزل قائمة، هل يدخل مباشرة أم يكبر؟ لا بد من الدخول بنية وتكبير من جديد، تكبير للإحرام من جديد. نعم.